اول ال 18 اقوم رافع، حد يقابل، انا مش لازم اوصل. ادي خالد السيد وسع لنفسه، عدى ومعاه حازم عصام وبيمينه اهي اهي، وادي عاشور، الجون فاضي، مش ممكن مش ممكن مش بجهون، مش لسه بنقول ده مين، ده رأفت خليل. رأفت خليل يا ابني عندك المفتاح، عندك الحل، العرضيه، محمد عاشور في العرضيات عنده مشكله، مش مشكلتنا بقى. وادي رأفت خليل الهدف الثاني للنادي الاهلي مع الدقيقه كام، 67 من عمر المباراه والدقيقه 22 من عمر الشوط الثاني. شوفوا حضراتكم هنا محمد عاشور خروج غلط جدا، ما اتكلمش مع خط ظهره، رأفت خليل ركنها حلوه تخبط ترجع يقلش على فتاح احمد وعلى طول لف وسطه 10 على 10، رأفت خليل يضع الثاني للنادي الاهلي. من بدري قلنا التكتل.